بونجور تو الموند، معكم كالعادة الشيف هادي. مرحبا بكم في اقتراح جديد في رسالة جديدة مع ديليس. اليوم باش اقترح عليكم ديسير اللي هو في الأصل جاتو إيطاليان. الجاتو هذا اسمه لا ميرابيليوزا فيتا دي بونتالوني دي كريسبي دي مارابيليوزا دي ماكاروني دي صلصة دي بيتزارية دي نابولي. بون طويل شوية ما مش مشكل، دونك نختزلوه. هو في الأصل فيه تروا كومبوزون اللي هو ياغورت ديليس بالطبيعة، وفيه شوية شوكولاتة، وفيه اللوزية. بون اللوزية ما نعرفش معناها، أما كان سألك واحد قالك شمعناها اللوزية قل له تلافي روحك، اللوزية العربي. شوفوا مع بعضنا كيفاش تعمل الرسالة.